فصلين 70 و83 وتطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المواد من 185 إلى 197 يخصص المجلس هذه الجلسة التشريعية للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 5023 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة. أعطي الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون. تفضل السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون. يسعدني اللقاء معكم في أشغال هذه الجلسة العامة لمجلس النواب التي ستخصص لدراسة مشروع القانون رقم 5023 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوج صفة مكفولي الأمة، الذي تمت كما تعلمون المصادقة عليه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2023. ويسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم على الأولوية التي حظي بها مشروع هذا القانون وفق مسطرة مستعجلة، والشكر موصول كذلك إلى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج على تفاعلها الإيجابي مع هذا المشروع الذي حظي بتصويتها بالإجماع، وعلى إشادتها وتقديرها لمجهودات القوات المسلحة الملكية المبذولة لتقديم المساعدة لمتضرري زلزال الحوز تحت القيادة الملكية المتبصرة. ويندرج مشروع هذا القانون معروض على أنظار مجلسكم الموقر في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي تفضل بإعطاء توجيهاته السامية من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بدون مورد إثر الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر 2023، والذي امتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورززات وأزلال. وفي هذا الصدد وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية تم إعداد مشروع هذا القانون الذي جاء متضمنا لثلاثة مواد من أجل تمديد الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 33/97 المتعلق بمكفول الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 99/191 بتاريخ 25 غشت 1999، باعتباره النص المؤطر لتشمل الأطفال ضحايا زلزال الحوز المتوفرة فيهم شروط التمتع بصفة مكفولي الأمة. ووفقا لما سبق يهدف مشروع هذا القانون إلى ما يلي: أولا، تحديد شروط منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة استنادا إلى أحكام القانون رقم 33/97 المتعلق بمكفولي الأمة. حدد مشروع هذا القانون شروط منح صفة مكفولي الأمة للأطفال ضحايا زلزال الحوج، حيث نص على منح هذه الصفة للأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد توفي إثر هذا الزلزال، توفي على إثر جروح من جرائه، أصبح عاجزاً بدنياً عن القيام بواجباته العائلية بسببه، فقد إذا تبين من ظروف اختفائه أنه توفي على إثر هذا الزلزال. وعلى غرار القانون المؤطر، اعتبر مشروع هذا القانون السند الرئيسي كل شخص يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته. ثانياً،
حصر وإعداد قائمة الأطفال ضحايا زلزال الحوج. للسهر على تطبيق أحكام مشروع هذا القانون، تنص المادة الثانية منه على إحداث لجنة إدارية على مستوى كل من عمالة مراكش وأقاليم كل من حوز وشيشاوا وترودانت وورزازات وأزلال، يناط بها حصر وإعداد قائمة الأطفال المستفيدين من صفة مكفولي الأمة، ويحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بقرار لرئيس الحكومة. كما ستعمل المؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والترتيبات بعد إقرار مشروع هذا القانون وصدوره للسهر على التطبيق السريع والأمثل لمقتضياته. ثالثاً، التنصيص على الحقوق المخولة للأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة. نص مشروع هذا القانون الذي ستسري أحكامه ابتداء من 8 شتنبر 2023 على تخويل هؤلاء الأطفال كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المؤطر رقم 3397 المقررة لفائدة مكفولي الأمة. ومن خلال استفادتهم من الدعم المادي والمعنوي الممنوح من طرف الدولة عن طريق مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، والمتمثل أساساً فيما يلي: إعانة إجمالية بمبلغ شهري حدد في 1250 درهم وفقاً للمرسوم رقم 2/0193 بتطبيق القانون رقم 3397 المتعلق بمكفول الأمة كما تم تغييره، مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، وتخفيضات التنقل عبر كافة وسائل النقل السككي، دعم مالي عند كل دخول مدرسي وإعانة مالية بمناسبة عيد الأضحى لكل عائلة الأسبقية في الالتحاق بمؤسسة التعليم والتكوين وفي الحصول على المنح الدراسية، والأسبقية لولوج المناصب العمومية بإدارة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. وفي ختام هذا العرض، أود أن أجدد شكري للسيد الرئيس المحترم والسيدات والسادة النواب المحترمين على تفاعلكم الإيجابي والسريع تجاه مشروع هذا القانون الذي سيكون له وقع جيد في تحسين الوضعية الاجتماعية والمعيشية للأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الوزير. إذن تم توزيع التقرير، وتضمن كلمة السيدة المقررة بتقرير اللجنة بمحضر هذه الجلسة. قبل المرور إلى التصويت، أود بدوري أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة النواب والسيد الوزير، فقط للتذكير أن السيدات والسادة النواب مجلس النواب انخرط إلى جانب كل الأشغال أو التعليمات الملكية في التدخل في مناطق الزلزال، كذلك انخراط إلى جانب القوات المسلحة الملكية المشكورة أن النواب كذلك انخرطوا بهذه المسطرة السريعة قصد توفير الشروط والآليات للحكومة لتنفيذ أو إتمام التنفيذ ديال التدخل. ومباشرة بعد الزلزال تم عقد اجتماع مع السادة رؤساء الفرق وانخرطوا بشكل إيجابي، والدليل أنه هذا النص كيعرف واحد السرعة كبيرة جدا في المصادقة و الدراسة والمصادقة، وكذلك أعضاء المكتب. وبالتالي السيدات والسادة النواب باسمي الخاص أتقدم بالشكر للسيدات والسادة النواب على هذا الانخراط الذي يدخل في إطار التدخل السريع من أجل إنقاذ ضحايا الزلزال ومعالجة نتائج الزلزال التي عرفته تلك المنطقة. شكرا للسيدات والسادة النواب.